شوفي، أنا ما قصداش أتدخل بينك وبين أخواتك، أنت عارفانة ماليش صالح. أنا بس كنت عايزة أقولك يعني إن اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما أنت زي أختي برضك. طيب اوعي تصدقي إنه محتاجين، لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب، إن كان على أخويا أنا أديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان، إنما طول ما وراها العقربة كريمة دي ما حيطولش مني مليم أحمر. صح يا بت، صح كده. أنا كنت عايزة أقولك كده. والبت نادية دي كمان لازم ما نخشش البت تاني، دي بت قليلة الأدب عايزة تتربى. هقولك إيه، ما هي كل ما تمشي من البيت أخوك يجري يجيبها، ده أنا غلبت معاه. خلاص أنتي عليكي مروان وأنا علي عبد الحكيم. لا يا أختي، ما أقدرش. يقولوا إيه، طفشت مرت ولدها؟ لا 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 لا، وانا حسيسه اسمع كلمه كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي، اصل البت ناديه دي زي عمتها واقطع دراعي اما كانت بتنجل لها كل كلمه وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا، وده عايزه كلام. بس قولي لي نعملوا ايه؟ معرفش، بس لازم ان الواد مروان ده يكرهها، يشوفها كانها عزرائيل قدام. يا اختي حياتك عندي، ما خلت حاوي ولا مخاوي الا ما روحت له، فيش فايده. حاوي ايه ومخاوي ايه؟ انت عايزه تخطيط على كبير، حاجه كده تخلي الواد مروان يشوفها جرده يحلف 100 يمين ما تخش البيت تاني، وابوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزيه، يوم المونه يا اختي، وساعتها اجوز ست سته على مزاجي.